النجمه دينا الشربيني منوراني النهارده بفوشيا منوره ريد كاربت مهرجان القاهره. ربنا يخليكي منور بيكم بجد. كلميني النهارده عن حضورك والدوره الاولى دي. انا فخوره قوي قوي بالمهرجان ده وبجد كنت مستنياه من زمان، وزي ما تقولي حلمنا اتحقق، فهو حاجه مشرفه وكلنا نتشرف بيها ومبسوطه قوي ان كل حد فعلا كان حريص ان هو يجي، اللي عنده تصوير يعني كل فنان هتلاقيه موجود هنا بجد وساب كل حاجه عشان نحضر مهرجان. كنت نورانا في رمضان اللي فات مسلسل مشوار ودور مهم ومختلف جدا عن اي حاجه دينا قدمتها. شكرا ميرسي. كلميني اصلا عن كواليس العمل، اصلا ان انت كنت متوقعه ردود افعال الناس وان هي كنت متفاعله معاك وعايزه تشوف نهايه المشوار ده ايه؟ والناس جت في النص كده قعدوا يقولوا حتى اصحابي يعني نهايه المشوار ايه؟ الكواليس كانت كويسه جدا وكلنا كنا حريصين ان احنا نطلع حاجه حلوه للناس عشان الناس تستاهل لان هي تتفرج على حاجه محترمه وكويسه، والحمد لله الحمد لله لحقنا ان احنا نخلص، فكنت مبسوطه بصراحه جدا. فيلم حامل اللقب وفيلم يعني كوميدي وجميل والناس كلها كانت متفاعله معاكي فيه، ليه مش بنشوفك في الاعمال الكوميديه اكتر؟ انا جايه في الكوميدي جامد الفتره الجايه، بس كمان هشام بحبه جدا جدا، هشام ماجد بجد فظيع وفي التصوير كان يجنن وبيحب شغله قوي، وهشام فتحي برده المخرج، فالحمد لله برده دي كانت اكسبيرينس هايله بالنسبه لي. بتحسك بتحبي اكتر التراجيدي؟ هو بيجي لي كده يعني، انا لو عليا نفسي هزر بس بتعب والله يعني بتضايق بعدها. بس اكتر دور حسيت ان هو اثر فيك وانت قلبك؟ اكتر دور اثر فيا جراند اوتيل، يعني وقتها كنت لان الشخصيه كمان شريره قوي، فكنت ما كنتش شريره بس يعني كنت ما كنتش انا فاهمه، ولا في شخصيات كتيره قوي بيبقى فيها حاجات سبيشال، الحاجات اللي هي فيها نكد وكده بتاثر فيا، وانا معظم الحاجات اللي عملتها كده فمعظمها الجديد عندك الفتره الجايه؟ عندي فيلم وعندي مسلسل وعندي حاجه في رمضان ان شاء الله. نورتيني يا دينا ومبسوطه انا.